السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم مامة عمر. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل مقلمة لحضراتكم، شايفينها دي ايه؟ مقلمة كيتي. احنا قبل كده عملنا الشنطة مع بعض، هنزل لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. والنهاردة هنعمل المقلمة بنفس الوان الشنطة، ايه زي ما حضراتكم شايفين الشنطة كيوت قوي وحلوة قوي، وان شاء الله هننفذها بطريقة سهلة جدا. ايه تقدري تنفذيها معايا بكل سهولة. ايه تمام يا بنات، لو اول مره تشوفيني انزلي اعملي اشتراك للقناه وفعلي زر الجرس ولايك للفيديو لو عجبك، وان شاء الله هيعجبك. ويلا نبدا، بسم الله. نبدأ يا حبيبي، احنا هنشتغل مقلمة بخيط مكرمية مصري. سوري يا بنات، الخيط سمك وسط. هبدأ اشتغل سلسلة، هعمل عقدة البداية وهبدأ اشتغل معايا سلسلة. بطول كام سنتي؟ 22 سنتي. 22 سنتي ده هيدينا طول المقلمة كام؟ 26 سنتي. لو حابة تقللي عن كده الطول يبقى ابدأي بكام؟ ب20 سنتي. تمام، سنتي مش سلسلة يا بنات. اهو انا بدأت اشتغلت كام؟ 22 سنتي. تمام، هاجي في اول غرزة بعد الحلقة. تمام، هشتغل فيها ايه؟ غرزة حشو. وعلم كده عشان هنا هنقفل السطر. تمام، وهشتغل في نفس المكان كمان ايه؟ غرزة حشو. يبقى اول غرزة تقابلني هشتغل فيها تزايد، 2 غرزة في نفس المكان. تمام، وهبدأ بعديها هشتغل ايه؟ في كل غرزة تقابلني غرزة حشو واحدة بس، اهو غرزة الحشو. بندخل جوه الحلقة وبنسحب الخيط، نطلع بحلقتين، اهو ندخل جوه الحلقة نسحب الخيط من حلقتين مع بعض. تمام، اهو تمام يا بنات، اهو معايا حلقتين، هطلع من حلقتين هشتغل غرز حشو في كل حلقة تقابلني من حلقات السلسلة. تمام، وهنوصل لاخر غرزة ونشوف هنعمل ايه مع بعض. تمام يا بنات، كده وصلنا لاخر غرزة في السلسلة. هبدأ اشتغل داخل الغرزة دي 4 غرز حشو في نفس المكان. تمام، يبقى هشتغل ايه؟ 4 غرز حشو في نفس المكان في اخر سلسلة تقابلني، اهو ادي 1. تمام، غرزتين، طبعا الخيط ده بنضفه معايا في الشغل وانا ماشية. تمام، 3، اهو في نفس المكان. تمام، اخر غرزة 4. كده ايه؟ لفت معانا المعلمة. تمام، هبدأ بعديها اشتغل ايه؟ في كل حلقة تقابلني غرزة حشو واحدة. تمام، لنهاية السطر هشتغل غرز حشو. هوصل لأول غرزة اشتغلناها ونشوف هنعمل التزايد ازاي. تمام، كده وصلت لأول حلقة اللي هي عملت فيها ايه؟ تزايد 2 غرزة. هبدأ اشتغل في الحلقة دي كام؟ 2 غرزة كمان. كده هيكون معايا 4 زي ما اشتغلت في الجنب التاني. هبدأ في اول غرزة عملت فيها العلامة هشتغل ايه؟ منزلقة. تمام، اهو هسيب معايا العلامة. انا خلاص شغلي هيكون حلزوني، انا مش هقفل كل سطر، هشتغل حلزوني المقلمة. تمام، خلاص انا اول سطر بس قفلته، بعديها هنشتغل ايه؟ حلزوني. تمام، اهو هشتغل معاكم غرز حشو في كل حلقة غرزة حشو واحدة. تمام يا بنات، هنشتغل كده لغاية الدوران نشوف هنعمل ايه. انا خلاص مفيش تزايد تاني،
هو أول سطر بس، هنشتغل في كل جنب 4 غرزة حشو بس، وباقي شغلنا كله هنشتغل إيه زي ما احنا غرزة حشو في كل غرزة أبنية. اهو يا بنات وصلنا لـ3 حلقات اللي كنا عاملينهم تزايد، هشتغل فوق كل واحدة واحدة بس. اهو اول حلقة عملت غرزة تمام، وهبدأ اشتغل ايه اهو فوق كل واحدة واحدة بس خلاص. وشغلنا زي ما قلنا هنشتغل ايه حلزوني، مش هقفل كل سطر، وهوريكم ازاي هشتغل اهو في كل غرزة غرزة حشو واحدة تمام، لغاية ما اوصل للدوران التاني، ونشوف هنشتغل ازاي فوق كل الحلقات من غير ما نقفل السطر. اهو يا بنات ادي الغرز التزايد، قلنا هنشتغل فوق كل واحدة واحدة بس اهو تمام، مش هقفل السطر زي ما اتعودنا هنا، لا هشتغل فوق الغرزة غرزة كمان، هشيل الماركر بس عشان اعرف ايه اشتغل ايه. انا هسيب العلامة دي ليه يا بنات؟ علشان خاطر بس اعرف بداية السطر فين، عشان لما اجي اقفل الشغل بتاعي اكون عارفة البداية فين، عشان ما يكونش فيه سطر جنب زيادة عن جنب تمام. فانا هرجع احط العلامة تاني في اول غرزة اشتغلتها في بداية السطر خلاص كده، ومش مش هنشيلها تاني، وزي ما قلنا هنشتغل غرز حشو حلزوني اهو. بدأ بدأت يبان معانا الشكل اهو، تانيت معايا هبدأ اشتغل حلزوني زي ما قلنا غرز حشو لغاية ما نرتفع بالطول اللي احنا عايزينه للمقلمة تمام يا بنات. اهو كده انا وصلت للطول المناسب ليا، اشتغلت كام سطر؟ 11 سطر، 9 بنفس اللون اللي الاول، وغيرت اخر سطرين اشتغلتهم باللون التاني اللي هعمل بيه وش كيتي تمام. هبدأ اقفل السطر اهو، هسحب الخيط منزلقة بالشكل ده تمام يا بنات اهو. هبدأ بقى اقفل ازاي، ركزوا معايا في الخطوة دي، اللي الطريقة اللي دايما بقفل بيها اهو يا بنات. هبدأ في الحلقة اللي قبل الحلقة اللي طلعنا منها بالخيط، هدخل كده من جوه واسحب تحت الحلقتين بالطريقة دي، الخيط هجيبه معايا لقدام، هجي في الحلقة اللي قبلها في وسط الغرزة كده واسحب الخيط من جوه بالشكل ده. شايفين الشكل معايا بيكون سلسلة اهو، كأني شغالة سلسلة زي ما انا، وهبدأ انظف الخيط داخل الشغل بالشكل ده. طبعا نظفي شغلك اول باول، المقلمة مش هتحتاج معاكي بطانة، الشغل نظيف وان شاء الله مش هتحتاجي تعملي بطانة، ولو حابة تعملي بطانة دي طبعا براحتك تمام. هبدأ نشتغل وش كيتي تمام يا بنات. هنبدأ نشتغل غرز سلسلة، هشتغل 6 غرزة سلسلة تمام. اهو اشتغلنا 6، هبدأ اشتغل في اول غرزة هنشتغل بغرزة نص عمود. نص عمود اللي هي باخد الخيط معايا على الابرة وادخل فيه في الغرزة واطلع من الـ3 حلقات اهو. هبدأ اعلم بس اول غرزة معايا تمام اهو، وهنبدأ نشتغل كمان غرزة في نفس المكان نص عمود اهو، باخد الخيط كده اهو معايا الـ3 حلقات، بسحب الخيط منهم الـ3، هبدأ اشتغل في اللي جنبها غرزة نص عمود واحدة، واللي جنبها نص عمود، في كل غرزة تأمني يبقى اول واحدة بس عملت فيها تزايد، وباقي الغرز
هشتغلهم واحدة في كل واحدة لغاية ما نوصل لأول سلسلة معايا اللي هي في بداية الشغل، ونبدأ نعمل فيها التزايد بتاعنا. هو يبقى هنشتغل ايه؟ نص عمود. هبدأ اهي في اخر غرزة هشتغل ايه؟ 3 غرزة نص عمود في نفس المكان، تمام؟ عشان اعمل الدوران هشتغل ايه؟ 3 غرز نص عمود اهو. بس هاخد الخيط معايا في الابرة وادخله في الغرزة واطلع من الـ3 حلقات مرة واحدة اهو. تمام تمام ان شاء الله. تمام يا بنات، بعدها هشتغل ايه؟ في كل حلقة تأمني غرزة نص عمود واحدة، والخيط اللي معايا في بداية الشغل ده بنضفه معايا تحت الشغل بالطريقة دي اهو، بخليه معايا كده ايه تحت الشغل. بغرزة نص العمود باخد خيط على الابرة وبدخل بيه في الغرزة، يكون معايا 3 حلقات، بطلع من 3 حلقات مرة واحدة. تمام، هنشتغل للعلامة اللي هي عملنا فيها ايه؟ 2 غرزة حشو. هبدأ اشتغل فيها، احنا عملنا غرزتين، تمام، يبقى هنشتغل ايه؟ غرزة كمان عشان يكون معانا اهو. اشتغلنا اهو 2 اللي كانت معانا في البداية، هبدأ ادخل في نفس المكان كمان مرة، كده معايا ايه؟ 3 غرز زي الجنب التاني. تمام، بقفل السطر بمنزلقة اهو وارتفع سلسلة. تمام كده معانا 3، من هنا 3، من الجنب ده 3، ومن الجنب ده 3. ببدأ اشتغل ايه بقى؟ في اول غرزة تزايد كمان اهو نص عمود. في اول غرزة بعد القفل دايما بتكون معايا ايه؟ تزايد. بعدها هشتغل في كل واحدة، في كل غرزة تقابلني غرزة واحدة نص عمود، لغاية ما نوصل للـ3 غرز اللي عملنا في اللي كنا عاملينهم تزايد. تمام، في السطر اللي قبل اهي يا بنات، في كل غرزة غرزة نص عمود اهو. تمام كده وصلنا ايه؟ للـ3 غرز اللي كنا عاملينهم في مكان واحد. هبدأ اشتغل في كل واحدة فيهم تزايد. التزايد اللي هو ايه؟ هشتغل غرزتين نص عمود في نفس الغرزة. تمام، يبقى الـ3 هيكونوا معايا 6. هبدأ اعلم بس اول واحدة كده عشان اعرف. تمام، هشتغل في الغرزة اللي جنبها اهو كمان غرزتين. تمام، والغرزة الثالثة هشتغل فيها تزايد نص عمود. تمام يا بنات، تمام ان شاء الله. هنشتغل لنهاية سطر غرز نص عمود لغاية ما نوصل لايه؟ للتزايد بتاعنا اللي هنقفل بيه. هنشتغل برضو اهو 2 غرزة نص عمود في نفس المكان. تمام، وهاجي في الغرزة اللي جنبها هشتغل كمان تزايد. تمام، واحنا معانا الغرزة الثالثة اللي هي مفروض عملناها في بداية السطر، عملنا التزايد، يبقى هنشتغل بس غرزتين في كل واحدة هنشتغل فيها تزايد. تمام، وهبدأ ايه؟ اقفل السطر بمنزلقة بالشكل ده. كده ايه معانا الجنبين متساويين. هبدأ ايه الخطوة الجاية؟ ايه، هشتغل في اول غرزة ايه تزايد، وبعديها في كل حلقة واحدة بس لغاية ما نوصل للعلامة اللي هي دي. وهبدأ اشتغل ايه السطر ده؟ ايه، غرزة نص عمود. تمام، والغرزة اللي جنبها ايه؟ تزايد. تمام، يبقى السطر ده هيكون غرزة فردية، الغرزة اللي جنبها ايه؟ تزايد اهو. تمام يا بنات، تمام ان شاء الله اهو. تالتة
تزيد بالشكل ده. تمام، وهشتغل في باقي الحلقات في كل واحدة غرزة نص عمود واحد. تمام، اهو هنشتغل زي ما قلنا اللي للجنب التاني الاول التزايد اهو، اول غرزة وصلنا لها التزايد دي، هبدأ اشتغل نفس التزايد اللي عملناه في الجنب التاني اللي هو ايه، غرزة فردي، والغرزة اللي جنبها ايه تزايد بالشكل ده. تمام يا بنات، هاجي بقى في الايه كده، ايه هقفل السطر. السطر الجديد خلاص ده ايه اخر سطر معايا. تمام، هبدأ اول غرزة هشتغلها هنعمل فيها ايه الودن بتاعت كيتي. هبدأ اشتغل فيها ايه، اول غرزة هشتغلها عمود بلفة اهو، تاني غرزة عمود باتنين لفة، هاخد لفتين على الابرة وابدأ ادخل اسحب الخيط من حلقتين في حلقتين. تمام، يبقى اول غرزة بعد القفل هنعمل فيها الودن، اشتغلنا اول غرزة عمود، بعدها غرزة عمود بلفتين، بعدها غرزة كمان ايه عمود بلفتين. تمام، والغرزة الرابعة كل ده احنا في مكان واحد، هتكون معايا ايه غرزة عمود. تمام، يبقى احنا دخلنا في نفس المكان عمود، بعديها اتنين عمود بلفة، بعديها عمود بلفة، بعديها ايه هقفل بمنزلقة في الغرزة اللي جنبها بالشكل ده. تمام، وهشتغل اللي جنبها منزلقة كده، اتنين تلاتة منزلقة كده، اربعة منزلقة، خمسة منزلقة. تمام، هبدأ في الستة هعمل ايه الودن التانية، هبدأ اشتغل اهو غرزة عمود بلفة. تمام، هدخل في نفس المكان تاني عمود بلفتين اهو. تمام، في نفس المكان عمود بلفتين تاني اهو. تمام، الغرزة الرابعة عمود بلفة واحدة، يبقى اشتغلنا اربع غرز، اول غرزة عمود بلفة، بعدها عمود بلفتين، بعدها عمود بلفتين، بعدها عمود بلفة، بعدها ايه هقفل بمنزلقة بالشكل ده. كده يبقى عملنا ايه شكل الودن بتاعنا. هبدأ اشتغل باقي الغرز كلها منزلقة وهقفل السطر اهو بالشكل ده. تمام يا مرات، واضح؟ يا رب اكون قدرت اوصل لكم الفكرة اهو. تمام، هاجي اهو اخر غرزة كنا بنقفل عندها اهو، وهسحب الخيط بالشكل ده منزلقة، وهبدأ ايه اسحب الخيط بالابرة في الجنب التاني بالشكل ده، وابدأ ايه انضفه تحت الشغل. تمام يا بنات، كده ايه الوش جاهز معانا. هبدأ بقى ايه اعمل العيون. ايه انا هعملها بزراير، ممكن تشتغليها بشغل الكروشيه، تعملي دايرة سحرية وتعملي فيها العيون، تعملي شكل العيون. فانا اي اختصرت وعملت عندي الزراير الصغيرة دي، حسيت شكلها هيبقى اوضح، بالذات ان انا عاملة اللون غامق شوية، فالزراير ظهرته شوية، فبدأت عملت زراير وعملت الشناب بتاعتها بالايه بالابرة بالشكل ده، وهبدأ اثبتها بالخيط، هدخل كده في الوش وفي المقلمة غرز كده داخل الغرز مش بتبان معايا. لو حابة تلزقيها بالشمع تمام، برضو الشمع مش هيطلع معاكي، بس انا بحب اثبت بالخيط. شايفين اهو الخيط من جوه مش باين ومن بره مش باين، ليه؟ انا بدخل تحت الغرز كده في وسط الغرز وبشد الخيط مش بيبان معايا. تمام، هنبدأ
نركب سوستة للمقلمة. زي ما انتوا شايفين المقلمة نظيفة، مش محتاجة معايا بطانة، وعامة يعني المقلمة مش بتحتاج بطانة معاكي. فهنبدأ نركب السوستة مع بعض. اهي يا بنات، هجيب بداية السوستة بالشكل ده، وهبدأ اظبطها معايا وبخيط وابرة عادية. الخيط يا بنات يكون لون السوستة، تمام. وهبدأ ادخل في السوستة كده من الخلف، وهطلعها تحت الحلقتين بتوع السلسلة معايا اللي هي اخر سطر، وهبدأ ادخل تحت الحلقتين وارجع تاني للسوستة، تمام. اهو هشتغل سراجة عادية. كل شغلنا ان احنا بندخل تحت الحلقتين السلسلة بالشكل ده، ودخلهم في السوستة، وارجع تاني للسوستة والحلقتين بالشكل ده. اهو زي ما انتوا شايفين بخيطها خياطة سراجة عادية، تمام. الخيط مش بيبان معايا من بره، ليه؟ لانه بيدخل تحت حلقات السلسلة. ومن جوه ليه بقول لكم يكون الخيط لازم يكون لون السوستة، عشان خاطر الخياطة ما تبقاش ظاهرة كده معايا. لما يكون الخيط لون السوستة بيكون شكله اشيك. اهو هكمل بنفس الطريقة الجنبين بتوع السوستة بالشكل ده. بريح ايدي، ما بشدش، ولا بشد السوستة ولا بشد المقلمة وانا ماشية. ايدي تكون مرتاحة، تمام، عشان السوستة ما تلفش معاكي وتبقى مظبوطة معاكي، تمام. ببقى مريحة ايدي خالص كده، هو ولا بشد السوستة ولا بشد المقلمة. هكمل بنفس الطريقة ونرجع مع بعض. اهو يا بنات شايفين كده شكل السوستة بعد ما ركبت الجنبين، اهو مظبوطة معايا، سهلة اللي قفل والفتح، تمام. ببدأ بعدها لو حابة بقى اركب ميدالية في السوستة، او ممكن تعملي لها شرشوبة صغيرة. انا هعمل لها شرشوبة، تمام. او ممكن لو عندك بقى ميداليه او اي شكل عايز تركبيه في السوستة كده تركبي ليها. شايفين انا بدأت حطيت الفلونكة دي، كانت في توكة معايا، حطيتها في كيتي كده بالشكل ده، وهو الشرشوبة عملتها. هسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف، انا كنت عملته في فيديو قبل كده منفصل، تمام يا بنات. وده بيكون شكل المقلمة النهائي. يا رب يكون قدرت اوصل لكم الطريقة بشرح مبسط، تقدروا ان شاء الله تنفذوها بطريقة سهلة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك واشتراك القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.